بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي كلمة وجيزة مختصرة في هذا الصباح موجهة لأهل الدين، هي عبارة عن لين أقسم لهم على المصحف الكريم، ولا معايا حد في البيت هون، أنا بيت وحدي ما معايا، ما هو صديق اللي ينقال بالمختار والشيخ أحمد بابا جزاه الله خيرا، هو اللي صور حاله معي، هو اللي صور حاله، لا معنا حد ثالث. والدين ما هم طالبين مني القسم، ولا هم طالبين مني نحلف، ولا والمختار ما طرح لي بها رأي، ما أنا اللي قاع منين طرحت بها رأي، اللي كان يقول لي أنا اختير نأخرها، أما لا بد منه بتاني اختير لا نعدلها. يعني ما مشاور فيها جماعتي، خايف ينهوني عنها، اللي ما 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 ما, ما يسامع لهم فيها. الفكرة عندي أنا بها قناعة نختير أن ابني ضميري لعل يواسوه للدين، لعني ماني ساعي فيهم، والله حد ما فقدني براس، والله ما جد التيسير، أني ما غادر في شيء، ولعل أني ساعي عن حقوق ما أنا واجبة، والله يواسو على عني كانت عنهم الفضاء كاردة عنهم، عني لا ما كاردة عنهم. اختير نحلف بهذه الإيمان اللي ينعدل إن شاء الله، هو يدير الصورة على الطوري، إيدي هذه إيدي العربية وضعتها لصورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العلي العظيم وكتابه العزيز، يانا اللي مسبب الحالة نخلص به ديني جميعا. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه العزيز، يانا اللي مسبب الحالة نخلص به ديوني جميعا. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه العزيز، يانا اللي مسبب الحال نخلص به ديني جميعا. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه العزيز، يانا اللي مسبب الحال نخلص به ديوني جميعا. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه العزيز، يانا اللي مسبب الحال نخلص به ديني كامل. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه العزيز، يانا اللي مسبب الحال نخلص به ديني جميعا. أقسم بالله العلي العظيم وبكتابه العزيز، يانا اللي مسبب الحال نخلص به ديني كامل. يسوى الناس اللي من هجاتني وفقدتني فروسها، ويسوى الناس اللي من شاتلي منهم، يسوى الناس اللي ما فقدت فروسها، هذا كامل شياني عندي واجب علي قضاء كامل ومعترف به، وانا يدي اليمنى للمصحف الشريف وحلفت اسمع ايمان اول لعد شاكر هنا حلف اليمين شاكر على عود اليمين السابع ماجر هنا عيده. واقسم بالله العلي العظيم وبكتابه العزيز، واقسم بالله العلي صورهم، واقسم بالله العلي العظيم وبكتابه العزيز، يانا اللي متبارك ومتسبب مع حالا خلص به ديني كامل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وغاه اللي عن هذا يا الله يعود يدقن أهل الدين، لعني ماني ساهي عنهم، ولاني جاحد حقوقهم، ولاني مستهزئ بهم معاذ الله، ولاني محتقرهم، ولاني مستهان بهم. أخوكم في الله علي رضا بن محمد ناشي الصعيدي.